السلام عليكم الخوت، معكم سي 50 فلوغ، فيديو جديد وموضوع جديد. الى كنتي اول مره كتفرج فيا دابا دير لي واحد لايك، سبسكرايب، شي كومونتير زوين ومرحبا بك في هذا الفيديو. هذا الفيديو الخوت انا نهضروا على واحد الموضوع اللي بزاف ديال الناس كيستولوني عليه وبزاف ديال الناس باو يديروه وكيدير باو يديروه ولكن ما عارفينش الثمن، ما عارفينش شنو غيديروا، ما عارفينش داكشي اللي غيستعملوه. هذاك الشيء علاش الخوش قررت ندير هذا الفيديو باش نفيدوا بعض الناس. على اي الموضوع ديالنا الخوش هو على البريباراسيون، الناس اللي بغاو بريباري وما عارفين شنو غيبدلوا ولا ما عارفينش بشحال غيبدلوا، بشحال غيصاوب لهم السيكليس وبشحال غيشريو البياس. ونطرقوا لهاد المواضيع هادو ان شاء الله. المهم الخوش اول حاجه نبداو بها هي السيلان والكيلاس. السيلان والكيلاس بالنسبه لك نتايا بغيتي 110، واغلبيه الناس كيديروا 110، قليل اللي كيدير ديال 70 ولا ديال 100، اغلبيه كاين 125 ولا 110. هادشي اللي كيطرقوا ليه الناس سيلان وكيلاس. طاف بالنسبه للسيلان، السيلان راه على حساب، راه فيه انواع، راه كاين من 200 درهم وانت غادي طالع على حساب الكاليتي. ونصيحه بغيتو تشريو السيلان والكيلاس والمسائل اللي خاصينكم، سير لا ميزون مثلا، انت عندك ثانيه سير للثانيه. بالنسبه للثانيه راه كاينه في عين سبع داخل شويه حدا الوزين ديال المسكار. وبالنسبه للدوكر، الدوكر راه معروفه فين كاينه، كاينه حدا الترام اللي كاين في كازا فواياج. المهم الخوت كما قلت لكم كاينه سيلان وكيلاس. سيلان راه الثمن ديالو كيبدا من 200 درهم وانت طالع، وعلى حسب الكاليتي اللي غتاخذ بها انت داك السيلان. وكاينه الكيلاس، بالنسبه للكيلاس، الكيلاس كيبدا من 250 تقريبا وانت غادي طالع، راه الكيلاس راه وصلت للمليون على حساب، راه داكشي ديال الديطونا بياس الحار. المهم الخوت كما قلت لكم، السيلان راه كيبدا من 200 درهم والكيلاس راه كيبدا من 250 درهم. هذا بالنسبه للسونديس، انا كنهضر على السونديس واش قريب راه نقول لهم الثمن فحال فحال. بالنسبه للسيلان 125 110 100 كلهم بحال بحال، عندك 70 اللي تقريبا اللي هابط وقال 180، اما هما راه كلهم نفس الثمن. وحاجه اخرى الكيلاس، الكيلاس كيبقى يتبدل الثمن ديالو. شاو بالنسبه للخوت، بالنسبه للخوت هادشي بالنسبه للسيلندر والكيلاس. وكاين اللي كيبغي يبدل فيه بروكان، كيكون عنده باغي هو عنده سيلان قصير باغي يدير سيلان طويل. وبالنسبه لماك الاولين راه كان فيهم فيه بروكان قصير، دابا ولات في بروكان فيها البيالة طويلة، هاديك مزيانة تقدر تركب سونديس طويلة. وبالنسبة اللي عنده في بروكان قصير راه كيقدر يبدل في بروكان، كيدير في بروكان كبير حتى هو كيعاون في الجاد وكيعطي واحد الكورس لي زوين. وكاين عاوتاني شنو خصك تبدل مع السيلان والكيلاس، حيت كاين اللي كيبدل السيلاندر والكيلاس وكيقول لك راه الموتور ما عطانيش، الموتور حدو 85 حدو 95. هادشي تبدل اخويا البينيو بلاطو سنسلا، كيتباعو كومبلي 90 درهم بينيو بلاطو سنسلا. الا كنتي باغي تشريها بلاطو والبينيو راه غيتقامو عليك بشي 70 درهم واقيلا. والبينيو بوحدو راه كيتباع ب 15 درهم والبلاطو راه ماشي 30 فحال هكا. السنسلا تي هي بوحدها، السنسلا غاليه شويه 1000 ريال فحال هكا. المهم وكما قلت لكم الخوت، غتبدل بينيو بلاطو سنسلا يطلعوا عليك كاملين ب 90 درهم. دونك قيد معايا، نقولوا حنايا سيلان 250 درهم ولا 200 درهم، كيلاس 250، بينيو بلاطو سنسلا 90 درهم. وقيد نتايا وشو شحال الحساب ديالك، عاد باش كيدير السيديه
السيدية بوحدها مثلا انت غدير 125 راه تاخذ السيدية 110 راه تخدم معاك مزيان، ولا بغيتي 125 راه هي تخدم لك. هاي الا خليتيها ستوندار الموتور راه عمرو يجري، واخا تبدل سيلانو كيلاس، واخا تبدل فيل بروكان، واخا ما عرفتش شنو دير، راه السيدية هي اللي كتعطي عدد الدورات، دونك هي راه مهمة في السرعة. المهم الخوت هما سيلانو كيلاس في بروكان بينيو بلاطو سنسلا، وعندك سيدية. وواحد الحاجة اللي مهمة الخوت، الناس اللي كيركبوا سيلانو كيلاس وكيديروا كيلاس ديال 125، حيت 125 عنده سنسلا البينيو ديال لابراكام كبير، وإلا مشيتي انت حتى خليتي داك البينيو ديال لابراكام وخليتيه مع ديك السلسلة ديال لاشين وخليتيه مع الفيبروكان بينو ديال الفيبروكان، الموتور غيدور لك جوج دورات غيتكول. دونك انت اش غدير؟ غتخلي غتحيد هذيك البينو ديال لابراكام اللي كنتي شريتيه مع الكلاس الاول، وغتخلي ديال 110 ولا ديال 49. هادشي الا ما بدلتيش انت فيبروكان غتخلي ديال 49 باش ما يتكولاش لك الموتور، حيت الا بدلتيها غضرب جوج دورات الموتور غادي يتكولها لك. وحاجه اخرى بون، هادشي اللي كاين جمعوا الحساب نتوما، يا راه تقريبا غتقام عليكم القضيه بشي 600 درهم غبياس، هذا هو الثمن 600 درهم غبياس بالمعلم، يلا ما يطلب لك شي 150 درهم حتى 200. كاين اللي معلم ناضي هادي فهمتي معروف الحرفه ديالو، بنادم كيشكرو غيطلب لك واحد 300 درهم فحال هكا، 300 درهم ما غيفوتش لك. ولكن سيكليس عادي فحال هكا راه غيطلب لك واحد 150 200 درهم، لا غلا لا غلا 200. اما دوك السكالسه الواعرين راه كيطلبوا 300 درهم، علاش؟ حيت عارف خدمتو ناضيه. المهم الخوت انا قلت لكم شنو هو كاين بالنسبه لكل شيء، شحال غيطلع لك بريباراسيون وكل شيء المعلم وداك الشيء كامل، غيطلع لك ب 1000 درهم الا كان المعلم ناضي، راه كما قلت لك غيطلب لك 300 درهم. كان المعلم بينه وبين راه غيطلب لك واحد 200 درهم، قول القضيه غتطلع لك بشي 700 درهم 800 درهم. المهم 800 درهم عول عليها، هاد 800 درهم ديرها في جيبك وسير اخويا بريبار الموتور ديالك، تقدر تنقص على ديك 800 درهم، تقدر تزيد عليها على حساب انت واش طارتك. هادشي اللي كاين اخويا في هاد الفيديو، نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ولا عجبك الفيديو ما تنساش لايك سبسكرايب شي كومونتير زوين. كان معكم سي 50 فلوغ، تلاقاو في فيديو جديد.